سلام، ان شاء الله يربي تكونوا كامل بخير. وبما انه عجبكم الموضوع تاع الخطره اللي فات، قررت نزيد ندير جزء ثاني ونتكلموا على كيفيه التعامل مع الناس. التعامل مع الناس موضوع كبير بزاف، راح نحاول نختصر قد ما نقدر ونركز على نقاط نعتبرها اساسيه في التعامل مع الناس كامل، واللي هو الإحساس اللي توصله للطرف الثاني من خلال تعاملك معه. وهذا الشيء راح يعكس أمور بزاف، أهمها احترام الشخص لنفسه وللناس وتربيته. إذا فهمتي هذه النقطة معناها عرفتي السر اللي يخليك توصلي قلب وعقل أي إنسان تعاملي معه. السر باختصار هو أنه في كل تصرف نديره نحاول نركز وش الإحساس اللي قاعدة نحاول نوصله للطرف الثاني وانا نتعامل معه. هل تصرفات تاعي توضح هذا الإحساس ولا لا؟ شوفي، مهما كنتي شابة وزوينة ونظيفة وتعرفي تلبسي والوقفة والقعدة كلاس، تعاملك مع الناس هو الصح، له لأن التعامل مع الناس هو اللي يكشف شخصية الإنسان الحقيقية، وهو اللي يبين نظرة الإنسان نفسه ونظرته للناس الآخرين ومستوى احترامه وأخلاقه وتربيته وتاريخ حياته كامل. يعني باختصار، الجمال والشكل الخارجي ما عنده حتى معنى ولا قيمة إذا كانت الوحدة مش محترمة، تحقر الناس بالعين، خفيفة، تهضر بزاف، الألفاظ تاعها سوقية، تنشر الأسرار، وجهها عبوس، صمتة، دمها ثقيل، يعني الجمال تاعها ما راحش يكون عنده فايدة. النقاط اللي راح نذكرهم مش اختراع جديد أو علم كبير، وعلى بالي كامل تعرفوها وتقدروا تديروا عمي جوجل اللي يجيب لكم معلومات وخير مني. على بالي نهضر بزاف بلا ما نطول، نروح النقطة الأولى. أول نقطة، حابة تكوني شخصية محبوبة بين الناس اللي تعاملي معاهم، حاولي يكون وجهك مبتسم بشوشة. أصل الابتسامة في وجه أخيك صدقة يقاوم العبوس والتشناف. ما تقبليش الناس بوجه حزين وعابس، وحاولي أن تفصلي بالمشاكل تاعك والشي اللي تعاني منه في حياتك وبين تصرفاتك مع الناس. إذا جات عينك في عين أي واحد تبسمي، وخلي هذه قاعدة في حياتك مهما كانت ظروفك ومهما كانت نفسيتك. أصل المورال تاعك راح يتريكل بمجرد ما تبتسمي. تبسمي مع روحك في مرايا، تبسمي مع ماماك، باباك، صاحبتك، جارتك، ولادك، الزوج تاعك. وكما قلت لكم مقبل، الراجل تسحر وتجذبوا المرأة البشوشة ويهرب من المرأة النكدية. باسكو تفكروا في المشاكل والهم وضغوطات الحياة، هذه دراسة مش رأيي. ثانيا، حسي الأشخاص بأهمية تاعهم. حابة تملكي قلب أي إنسان تعرفيه وتتعاملي معه في حياتك اليومية، حسسيه أنه مهم بطريقة خاصة به هو وفقط. عاملي كل إنسان بطريقة مميزة، مانيش نقول مدي ديكادو أمور مادية، لا، حسيه برك بقيمته والأهمية تاعو عندك. مثلا ما تنشعيش أو تحشميه، سمعيله، ما تقطعيش وهو يهضر، ما تشوفيش معاه بنص عين، وخلي كل تركيزك معاه، مش انت تهضري معاه ويدك يخدمه بالتليفون، لا، ما تنتقديش بطريقة تجرحيه، ما تحشريش روحك في الخصوصية تاعو، واعطيه مساحة تخليه يرتاح وهو يهضر معك. إذا كان هذا الإنسان قريب لك، احترمي الرغبات تاعو واش يحب، سقسيه على رايو، خصصي له وقت وبيني له بلي هاد الوقت ليكم وحدكم، ديروا فيه حاجة تحبوها. ومانيش نشر على الراجل هنا، اوكي، يعني نعرفكم، مانيش نشر على الراجل، يعني نتكلم بصفة عامة. باباك، ماماك، اختك، طفل صغير، هاد الشي عنده اثر كبير ويعلي بلاستك في قلبه. اذا الانسان هذا مش قريب لك، تقدري تحسيه بالاهتمام بكل بساطة. احفظي الاسماء، عيطي له بالاسم اللي يحبه، تبسمي في وجهه، اشكريه، امدحي حاجة تخصه، بيني له باللي مهتمة بحواله، خدمته، عائلته، مش بهذيك الطريقة تاع واش راك لاباس، الحمد لله، والله لاباس الحمد لله، وانت واش راك، الحمد لله الحمد لله، شحال نكره هذه العفسة. وكما قلنا بشكل عام بلا ما تدخلي في التفاصيل. انا نروح للنقطة الثالثة واللي هي نقطة صغيرة، احترام الآخرين من احترام النفس. الوحدة اللي شخصيتها راقية ومتفتحة وعندها ذكاء اجتماعي وعاطفي في التعامل مع الناس، مستحيل تحقر واحد أو تقلل من قيمته، مستحيل، باسكو هي عارفة مليح أنه الناس طبقات وإمكانيات وقدرات، راح تتعامل مع الناس من كامل الطبقات باحترام، وهذا يعكس مكانتها وتقديرها لنفسها واحترامها لشخصها. نروح للنقطة الرابعة. النقطة الرابعة تقول التواضع الأنيق.
التواضع هو اللي يخلي الشخص جذاب وقريب من قلوب الناس. تعاملي مع الناس كامل بالشكل اللي تحبي انه الناس يعاملوك به، مهما كانت المكانة تاعك الاجتماعية مستحيل يكون الانسان محبوب وقريب للناس وهو متكبر او يشوف الناس بنص عين او يقلل من قيمتهم ويتعامل اسلوب فيه إهانة، مستحيل يحبوه الناس. وين هنا نقصد بالتواضع الأنيق اللي يبين الجاذبية تاعك، مش انه الوحدة تدل روحها وتسكت على الغلطة وتسمح للناس يتجاوزوا الحدود معها والله من باب التواضع. لا، اصلا هذا الشيء غلط ومكروه في الدين تاعنا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلوا على رسول، طوبى لمن تواضع في غير منقصة وذل نفسه من غير مسكنة. يعني ما تبلغيش في التواضع وتتمسكني باش يحبوك الناس ويقولوا والله هي ناس ملاح ولا نيتها مسكينة، هكا راح تميلي للضعف مش تواضع. متفاهمين؟ إذا جاتك الفرصة أنه تقص في أختي قص في، ما تسكتيش. نروح النقطة الخامسة. خامسا، خير الكلمات اللي تستعمليهم والألفاظ تاعك قبل ما تهضريهم، وما تسبيش وما تطيحيش وما تستعمليش كلام سوق على أساس أنه كول ويتمشى مع لامود. يكفي الأول قلت وش هو الإحساس اللي حابة توصليه للطرف الثاني وانتي تتعاملي معه، إحساس أنك تحترمي روحك وتحترميه ولا إحساس باللي انتي ماكيش محترمة. نقي كلامك حتى مع أقرب الناس ليك، الألفاظ تاعك تعكس أسلوبك وتربيتك ومكانتك الاجتماعية. اللعن، ألفاظ الخماج، ألفاظ الحيوانات، ألفاظ المناطق الحساسة، نعم مفهمتوني، ممنوع تقوليهم، ممنوع تقوليهم. الشخصية الراقية الأنيقة المتربية ما تقولهمش حتى مع روحها، حتى إذا كانت من باب الضحك ممنوع تقوليهم. كاين بنات مع بعضهم ما يتعاملوش غير بالسب وكلام خماج، يا كلبه يا رخيصه على اساس والله صاحبتي ودخصتها ونهضر براحتي، او زعما دمها خفيف وتحب تضحك وتنكت. سوري، بات ما تربطيش راحتك وانفتاحك للناس بالاسلوب الضعيف والكلام السوقي. هذا الشيء ما راحش يعطيك احساس بالاحترام او يبين انه شخصيتك محترمه، وراح يتخزن في مخ الانسان اللي قدامك ويخليه يكسر حاجز الاحترام ويتعامل معك بمستوى ممكن ما يعجبكش، ويقلقك بالكلام والتصرفات، ومن بعد تندمي وتقولي هذه كامل انا اللي دخلته وعطيته الاوكي. واحد ما يلعب لك ويقول لك صاحبتك اذا ما تكلمتيش معها براحتك وسبيتيها ماهيش صاحبتك، يكذبوا عليك. اغلب الصداقات اللي تطول وتبقى حتى اخر العمر هي اللي فيها احترام متبادل وكل طرف يلتزم الحدود تاعو وما يفوتش فيها. نروحو النقطة الستة. واش تقول النقطة الستة؟ الهضرة اللي بزاف والكلام الزايد. عمركم شفتوا ملكة تهضر بزاف؟ الملكة ما تهضرش بزاف، الكلام اللي بزاف يبين بلي هذه إنسانة فارغة، وكل العبر والقصص تربط الإنسان اللي يهضر بزاف بالحماقة. علاه؟ لأنه غالبا ما يفكرش في أبعاد كلامه، والقاعدة تقول اللي يهضر بزاف يغلط بزاف. بشكل عام اللي تهضر بزاف تقلق وتنزل قيمتها وتخلي كلامها ما عندها حتى فايدة وأهمية، وهذا الشيء مش من إتيكيت الشخصية الراقية. فكري فيها شوية وقيسي كلامي على إنسانة تعرفيها تهضر بزاف وراح تفهمي الفكرة. النقطة السابعة، السمعي بإصغاء. السمعي كتر ما تهضري مع الناس كامل، السمعي 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 بإصغاء. هذه مهارة إذا عرفتيها صح راح تملكي اللي قدامك. الإصغاء سحر، يخلي اللي قدامك يسترسل في الكلام وهو مرتاح. على بالك علاه؟ لخطرش قليل وين تلقاي إنسان يسمع لك. أغلب الناس اللي فيها يكفيها ويحبوا يحكوا ويحبوا يضحكوا، أغلب الناس يحبوا يبانوا فاهمين ويقدموا لك عبر ومواعظ ونصائح، وأغلب الناس يحبوا يعطوا رأيهم وينتقدوا ويخرجوا هما الصح، لكن باش تلقاي إنسان يسمع لك بوسعينك. فكوني انتي هذا الانسان النادر. اذا تعلمتي تسمعي بذكاء راح تعرفي كيفاش تدخلي عقل اللي قدامك بكل سهوله. اذا سمعتي للشخص اللي قدامك مليح راح تفهمي طريقه تفكيره، الاهتمامات تاعو، نقاط الضعف، نقاط القوه تاعو، ومع الوقت راح يرجع عندك قدره انك تفهمي الشخص اللي قدامك بشكل غريب. هذه المرحله راح توصلي لها اذا رجع تركيزك على الشخص وفهم الشخص اللي قدامك اكثر من انه تركزي انه لازم تهضري وتحكي وتعرضي اللي عندك وتباني واو. طبعا هنا مانيش نقول ما تهضريش وكوني حيط، بالعكس باش ما تفهمونيش بالغلط، لكن عارفي واش تقولي. الاصغاء يعتمد على التفاعل تاعك مع اللي قدامك، وطبعا ما ترجعيش صنم لانه هذا مش اصغاء، وتفاعلي وضحكي وبيني له باللي منسجمه معاه وما تقطعيش.
واذا علقتي علقي بطريقه تعكس هذا الشيء وتحمس اللي قدامك يتكلم اكثر ويشارك اكثر. هذا الشيء مهم خاصه مع الناس المهمين في حياتك، اسمعي لهم وما تهربيش منهم باش تعرفي توجيهم وتوصلي لهم الشيء اللي حباته بطريقه صحيحه وتعطيهم نصائح تساعدهم. مع الوقت راح تكتسبي هذه المهاره وترجعي تفهمي الناس وتاثيرك عليهم راح يكون اقوى. ثامنا، ما تحاوليش تكسبي الناس بانه تقللي من روحك. ردي بالك من هذه النقطه، اذا حسيتي انه راكي ديري في امور تقلل من قدرك باش تكسبي اي انسان مهما يكون، حبسي، ما راح تربحي والو، بالعكس راح تخسري امور بزاف. ممنوع تكوني مهرج باش تضحكي الناس، ممنوع تقدمي تنازلات تقلل من قدرك باش يحبوك الناس، ما تضغطيش على نفسك باش يرضاو عليك الناس، ما تنسيش نفسك باش تلحقي مور هادو الناس. كل هاد الاشياء ضد اتيكيت الشخصيه الراقيه والتعامل الانيق المحترم مع نفسك. اولا نقولك حاجه هنا، تاكدي تماما انه الناس راح تسعى باش تقرب ليك اذا قربتي من نفسك، وراح تتاثر بيك اذا احترمتي نفسك واحترمتيهم، وراح يحاولوا يكسبوك اذا كنتي فعلا مكسب حقيقي وتستاهلي بكل بساطه. غير هيك راكي تعبي في روحك، وهذا الشيء ممكن يتحقق اذا طبقتي النقاط اللي تكلمنا فيها في هذا الفيديو. وما تنسيش السؤال الاهم، واش الاحساس اللي حابه توصليه للناس من كلامك وطريقه تعاملك معهم. اخيرا، اذا كنتي حابه تكسبي الناس كامل تعاطفي معهم. التعاطف يعني انه شخص يوضح للناس انه حاس بيهم وبالمشاكل تاعهم وبالمعاناه تاعهم. اكيد اكيد تكوني صادقه في المشاعر تاعك، ها فهمتوني، حتى اذا ما عطيتيهمش حلول ولا حتى حاجه، لكن انه الواحد يسمع الناس ويوصلهم احساس انه متعاطف معاهم، الناس راح تحبوه وتحترمه وتحطوه في مكانه راقيه. على بالكم علاه؟ لانه الناس كامل تحب الانسان اللي يحس بيهم وراح يحسوا انه قريب منهم وفاهمهم، وهذا الشيء راح يزيد محبته واحترامه عندهم. هذا ما كان التعامل مع الناس، فن الاساس تاعو النظره تاعك لنفسك، والاناقه الحقيقيه هي التعامل تاعك مع نفسك قبل الناس وبصوره اللي تعكس شخصيتك الراقيه. كل النقاط اللي ذكرتها تقدري تطبقيها اذا ركزتي على الاختيارات تاعك والتصرفات تاعك وفهمتي الاثار والابعاد تاعها عليك وعلى الناس اللي معك. وكل ما طبقتي النقاط اللي شاركتها معاكم اكثر واستمريتي عليها، كل ما طورت شخصيتك وزادت جاذبيه وانطبعت هذه الفكره عليك في عقول وقلوب الناس انك شخصيه راقيه ومحترمه. هذا الشيء ما راحش يكون في يوم ولا يومين، لازم له وقت، لكن تاكدي انه راح تشوفي نتيجه ترضيك باذن الله. نتمنى ان تكونوا استفدتم من الموضوع، وما تنساوش ديروا لجام، لانه كي ديروا لجام تطلع لا فيديو ويشوفوها ناس بزاف، ومتى بكم بشويه عليا. على بالكم جامي تعرضت للانتقاد كيما في اليوتيوب، ندير مواضيع في الانستغرام نورمال، ندير في فيسبوك نورمال، بصح في يوتيوب يجوني انتقادات بزاف. نتمنى انه تكون انتقادات بناءه مش لمجرد انه تنتقدوا فقط. وهذا ما كان، نتلقى في موضوع جديد وفيديو جديد، نحبكم، باي باي.